способствует. Позвольте предоставить слово премьер-министру Тунисской республики Юсефу Шахиду. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فخامة رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس جمهورية مصر سيد عبد الفتاح السيسي معالي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي اصحاب الفخامة والمعالي والسعادة يسعدني ان اعرب باسمي ونيابة عن رئيس الجمهورية التونسية المنتخب قيس سعيد عن خالص الشكر والامتنان وبالغ التقدير لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لاستضافته القمة الافريقية الروسية الاولى ولما بذلته السلطات الروسية من جهد لانجاح اشغالنا اليوم ولتوفير افضل الظروف لاقامتنا ولمبادرتها بعقد هذه القمة في هذا الظرف الدولي بالذات ولا يفوتني ان اعرب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للاتحاد الافريقي عن عميق التقدير للجهود القيمة التي بذلها منذ تولي رئاسة الاتحاد الافريقي في سبيل تحقيق اهداف القارة في التنمية والاندماج والانفتاح على محيطها الدولي. اصحاب الفخامة والمعالي والسعادة فقدت تونس في جويليا الماضي احد ابنائها المخلصين ورجال دولتها الاوفياء الرئيس المرحوم الباجي قايد السبسي الذي كانت له اسهامات مرموقة على المستوى الدولي والافريقي والعديد منكم في هذه القاعة تذكرون الدور الهام الذي قام به في توطيد العلاقات الافريقية والدولية. وعلى امتداد سنوات عديدة ساهم في جهود بناء الدولة ابان الاستقلال وصولا الى تحمله مسؤولية رئاسة الدولة والتي كرسها لتثبيت ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وتركيز المؤسسات الدستورية والتي وضعت تونس بشكل لا رجعة فيه في مسار الديمقراطيات الناشئة وهو ما أتاح انتقال السلطة بكل سلاسة بعد وفاة الرئيس الراحل. وفي هذا السياق شهدت تونس خلال الفترة الماضية انتخابات تشريعية ورئاسية جرت في كنف الشفافية والنزاهة وتحت رقابة مؤسسات دستورية وطنية. وقد أتاحت هذه الانتخابات للشعب التونسي اختيار ممثليه بكل حرية ومسؤولية وكرست تقاليد التداول السلمي على السلطة واحترام مؤسسات الدولة وتواصلها وتسلم الرئيس الجديد قيس سعيد مهامه البارحة بعد مرور 90 يوما من وفاة الرئيس الراحل باجي قايد سبسي مثل ما ينص عليه الدستور وتتطلع تونس اليوم إلى استعادة نسق النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق أمال الشعب التونسي في التقدم والرفاه والشغل لتجاوز ما شاهدته هذه المرحلة الانتقالية من صعوبات. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة إن تونس العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963 ثم للاتحاد الإفريقي سنة 2000 تؤكد مواصلة التزامها بالعمل على مزيد دعم وترسيخ انتمائها لهذا الفضاء الهام الذي يمثل عمقها الاستراتيجي وتضع تونس في مقدمة أولوياتها القارية تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي في القارة وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 حيث انخرطت في مسار المفاوضات المتعلقة بمنطقة التبادل الحر الإفريقية منذ انطلاقها وتولت التوقيع على الاتفاقية المنشأة لها يوم 21 مارس 2018 كما انضمت إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا بصفة عضو قار والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا السيدياو بصفة عضو مراقب إضافة إلى توسيع شبكة تمثيلها الدبلوماسي والتجاري في القارة وتكرس مشاركتها اليوم في هذه القمة التاريخية إيمانها بأهمية توثيق التشاور السياسي وتطوير أطر التعاون وإرساء شراكات استراتيجية بين أفريقيا ومختلف التجمعات والقوى الاقتصادية الكبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ونحن على ثقة أن ما يتوفر للطرفين من طاقات وإمكانيات اقتصادية وبشرية وطبيعية ستمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة تنعقد هذه القمة في ظرف دولي يتسم بتسارع التغيرات وتعدد التحديات الناشئة وذلك بالتوازي مع تنامي طموحات شعوبنا في التنمية والرفاه والشغل ولذا فنحن مدعوون إلى اغتنام فرصة انعقاد هذا اللقاء لإطلاق شراكة حقيقية
تقضي إلى خلق الفضاء للحوار يساهم في تكريس ودعم أسس السلام والتعاون بين مجتمعات وثقافات كلا الطرفين. وأننا على يقين أن هذه الطموحات لن تتحقق إلا في مناخ دولي ملائم، مما يستوجب منا جميعا أن نضاعف الجهود لإقامة نظام دولي متوازن ومستقر وعادل، تكون مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد من أوكد أولوياته، كما ندعو في هذا السياق إلى إرساء تعاون روسي إفريقي بخصوص معالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ وموجبات الكوارث والمجاعات والأوبئة. أصحاب الفخامة والسعادة، لأن ارتبطت كل من تونس وروسيا بعلاقات دبلوماسية متميزة منذ أكثر من 60 سنة، فأن العلاقات شهدت في السنوات الأخيرة تقدماً مطرداً في مختلف علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري. واسمحوا لي أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بجزيل الشكر إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة وإلى كل الدول الإفريقية لدعمها وانتخابها تونس لتشغل مقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن لفترة 2020-2021، وسنعمل خلال هذه الفترة على دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء. أود في الختام أن أجدد شكري العميق لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ولكل جهات المنظمة على حسن الوفادة والاستقبال، كما أشكر لكم جميعا حسن اهتمامكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.